كلنا يحب أن يترك أثرا يبقى بعد موته. من الناس من يترك مثل هذه الزهرة الجميلة اليانعة لكنها ما تلبث أن تموت، ومنهم من يترك مثل هذه الشجرة المثمرة، ومنهم عالي الهمة من يترك مثل هذا الجبل الشامخ لا تزيده الأيام إلا رسوخا. يوما ما سنغادر هذه الدار، لن يبقى لنا فيها مال جاه، سيبقى العمل الصالح وحده. ومع ذلك ثمة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو لوالديه. ليس كلنا يملك مالا ينتج من خلاله صدقة جارية، ولا كلنا يملك علما يمكن أن ينتفع الناس به من بعده، لكن ثمة صدقة جارية نملكها جميعا. إنها الفكرة. الفكرة تباع اليوم بالملايين، الفكرة تشترى حقوقها، الفكرة تفرج أزمة، الفكرة تحل كربة، الفكرة ربما كانت أداة التغيير. ولد فكرة لدعوة غير المسلمين، يبقى لك أثرها الصالح ما بقي بشر ينتفع منها. فكرة في نشر علم شرعي، فكرة في وعظ الغافلين. الفكرة ليست حكرا على مجال بعينه، مهندس يبدع فكرة لإيجاد مساكن لذوي الفاقة، طبيب يولد فكرة لعلاج لجهاز، اقتصادي يبدع فكرة للتمويل تغني الناس عن المال الحرام. في أي تخصص في أي مجال ثمة فرص عالية لأن نبدع فكرة. قرر من الآن أن تتصدق بفكرة، قلبها في ذهنك، اجعلها تنام وتستيقظ معك، اقرأ تجارب الآخرين، حول غير، شاركها مع غيرك، حاورهم ليكونوا شركاء لك في الأجر حتى تنضج فكرتك، سوقها لتكون صدقة جارية.